حرقت اليوم قفه ديال الفلوس ماشي قفه ديال المعاونه. ممكن دير على شي طلايله اخويا سيه. اخواني المتتبعين اخواتي المتتبعات، ميزان حسناتنا كاملين لا نتوما ولا حنا، ان هذا الخير هو فضل الله عز وجل ثم المحسنين. اليوم الاخوان غتستافد اكثر من 12 دوار. اليوم الاخوان حلقه المشروع اللي فيها ماديا معنويا اجتماعيا مازال ما لقيتش باش نعبروا. حاجه اللي غنقول لكم هو مشروع تاريخي عظيم سيدخل التاريخ من جديد. مشيو دابا للدوار باش تعرفوا شحال من مليون كاين هنا، وباش تعرفوا اش من مشروع سينجز اليوم في اطار التحدي اللي وضعنا ديال 500 مليون، وباذن الله غنوصلوا له. يلا للدوار باش تشوفوا المشروع اللي اليوم ان شاء الله قربنا نكملوه 100%. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس اخويا؟ اخويا طالع مع الفيراجات، اخويا طالع مع دوك الفيراجات ديال اوريكا. هاك تبارك الله ما شاء الله. وشوف حتى انا الاخر جاي معايا قسما بالله الى قفه ديال الفلوس. واش كاين؟ قضى عليكم رمضان صافي؟ مرحبا بك، مرحبا بك. سلام كيداير عمي؟ وسهلا بخير صحه. مبروك عواشركم. من كتقال بخير؟ الخدمه كي غادي الخدمه؟ مليح. واش مزيان ولا ما مزيان؟ بخير وبخير الله يبارك. كما ينبغي، ما كما ينبغي. واش تقابلها وما تكونش دنيا؟ كلشي بخير، الله يحفظك، عليك الله يبارك فيك. كلشي بخير، كلشي مزيان. عائله اخوان ما كتقال هي الخدمه. الخدمه بسرعه بسرعه زيد. بسم الله ما قطع. الله يبارك الله يبارك. اخر مره جيت لهنا كنا عطينا واحد الشيك ديال 25 مليون، ياك؟ هادشي اللي كان. ياك الاخوان؟ هادشي اللي كان 25 مليون. لما سلمنا 25 مليون جمعية تيزين تيزين. ياك الاخ؟ صرفتوا داك الشيك؟ صرفنا. فيه الفلوس؟ سلمتوها للاخ؟ بدا الخدمة؟ كي غادا الخدمة مزيان؟ اليوم جينا باش نسلموا الدفعة الثانية. الله يجزيكم بخير. كما وعدناكم ان شاء الله. الله يجزيكم بخير. ولكن قبل ما نسلموا الدفعه خصنا نشوفوا ان شاء الله الخدمه. كاينه ما كايناش الخدمه؟ هذه امانه ديال الناس، خاصني حتى انا نوصلها. الله يجزيك بخير خويا سامي، بارك الله فيك. الله يجزيك بسم الله تبارك الله. الخدمه دازت الحمد لله على ما يرام. تنشكروا الاخوان تاهما اللي خدموا مع الشركه. الخدمه مزيانه. الله يجزيك بخير. الطريق ديالنا حنا الله يجزيك بخير. ما عندي ما نقول. زعما ليك ما لاحظتوا شي ملاحظه شي غش او شي؟ لا ما كان لا غش لا والو. الخدمه مزيانه الله يجزيك بخير. المشروع في محله وفي مستواه. الله يجزيكم بخير. الحديد اللي تعطى في الفوالات ديال الوسط الدار فيهم الحديد تاع 16، لا في الفوالات تاع الوسط لا في الداله ديالهم الفوقانيه ديال الجناب. داكشي اللي تعطاه من عند المهندس الدار فيه الحديد تاع 14، لا في هذا لا في هذا. البيتون داكشي اللي عطاه الدار، ثلاثه البراوط في الخنشات السيما زوميلات تحطوا على الحجر الاولى الثانيه الثالثه تحطوا على الحجره كبيره. ملي شافها المهندس قال لي حطها على الصح ديال الجنب. حتى هي تحفرت توصل للقاس عاد حط عليها، ولقينا ملي تضرب البيكي فيما ضربتي تلقى الحجر. والعماره ديالهم من التحت راه تتحط السكه كل على قبل الماء. وعمرنا في الفوالات حتى المترو 70 اللي عمرناه بالسيكا وبالكولا دخل. ملي فتنا مترو 70 البلاصه اللي تيوصل الماء وحنا واقفين ماشي زعما حنا تندافعوا، حنا اللي يطمئن الجميع باللي راه الشهاده اللي عطيناها هنا راه غتعطيها حتى في الاخيره. هذا جوان من فانو تاع الخدمه. علاش يديروا الجوان؟ باش الا كان لا قدر الله كان شي سيول السيل كبير ولا شي حاجه شي فياض يحرك لك غير جهه والحاجه الصحه تتشوف. ولا انت هادشي اللي حطها في البوال اللي ملي بدات تلقى ضرر تلقى البوليس. ها الملاقيه الثانيه، ها هي العماره الاولى كتعمر حتى لهنا وعاد كنحبسوا العماره وكنعاودوا الكفراج عاد كنعمروا يعني الخدمه ديال القلب. ما داكشي اللي كاين ها يستاهل دابا الخلاص. يستاهل الخلاص. ندوزو دابا للكوفون نخلصو. عندك نضرب شحال داس؟
بس ب 65 65 مليون 65 مليون شحال كنا عطينا قلنا في الاول؟ عطيت لنا 25 مليون دابا خصنا نعطيو الدفعه الثانيه ان شاء الله. الله يجزيك بخير السي امين. الله يكبر عليك. الدفعه الثانيه الله يرحم والدين باش انه على اساس انه تيكمل عاد نعطيو الدفعه الثالثه. الله يجزيك بخير السي امين. الله يكبر. الدفعه الثانيه شحال نعطيو تقريبا؟ شحال كاين في هذه الكفه ديال الفلوس؟ مش قالت لي تبقى غير هي الله اعلم به. 20 انا نقول لك 26 مليون 27 27 زيد 27 20 20 حفظ داك الفلوس الله يجازيك بخير. شحال هنا من شحال ما عرفت تقريبا ما عرفتش ما سمعت المرشح حنا اللي غنغنغ نضلوا الري خاصه نضرنا توشكيت ان نكوني غير العالم غادي نزور كيش نلي. الحمد لله السيده كتقول بانه الحمد لله ملي جينا عندهم عاد حسوا براسهم بانهم موجودين في هذا العالم كيشوفوا الحمد لله هذا الخير حسوا براسهم انهم فرحانين. يعني قالت لكم في الانتخابات كتكون وعود ولكن في الاخير ما كيكون والو. هادشي اللي قالت السيده الملك ولا كلشي ولا المحسنين ولا كلشي ما هي انا مسلم الله يرحم والدين. 30 30 مليون زيد بسم الله فهمي الله يعطيك الخير. الله هذا اللي هذا اللي قال الله يعطيك الخير هو ان شاء الله اللي غيحسبها السي سعيد. شوف الاخوان باش نكونوا واقعيين هادشي راه ما ساهلش على كل حال نكونوا واقعيين هادشي والله العظيم ما ساهل. هذا توفيق من الله عز وجل ماشي انا ما قريتش عليه وتا نتوما ما قريتوش عليه. هذا قدرنا واحد السبب بسيط عقلتوا عليه هو جاب ربي التيسير. ها انتوما غتشوفوا شحال شحال غيخرج من هذه الكوفه وهذا الفيديو غيبقى تاريخي ان شاء الله لينا حنا وليكم نتوما. تا نتوما اللي درتوا السبب هذه الوقفه اللي وقفتوا. انا غير حاجه اللي كنشرط عليكم الله يرحم الوالدين خلصوا عملكم لله الاخوان والاخوان واللي بيدني نغي خلصوا عملكم لله هذه صدقه جاريه. هاد الناس هما اللي تعاونوا كنقول لكم خلصوا عملكم لله. هنا كاين مول 100 درهم مول 200 درهم مول 30 درهم كما شفتوا مول 50 الناس اللي انخرطوا مول 10 دراهم كما شفتي مول مليون مول جوج. هنا تجمع الغني والفقير باش ينزلوا ان شاء الله القنطره اللي غيستافد منها شحال من دوار اكثر من حتى من 40 الحمد لله من هنا لتقدوين. هي الدينامو ديال هذه المنطقه هذه هذا حنا دابا هذه البلاصه هذا البوان بالضبط هو الدينامو ديال هذه المنطقه بالضبط ياك. وهذه البلاصه هذه يعني ما بين الجماعات جماعه اوريكا وجماعه تيغدوين وجماعه اقرفلوان ديالنا. وكاينين دواور حنا درنا 16 كاشن اللي درنا ولكن كاينين دواور اخرين كلهم غيستافدوا كلهم غيستافدوا منها يعني اللهم لك الحمد هنيئا لنا بهذا الاثر. سير نبقيه بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله خمس سعادة او هذا مليون لا جوج ها جوج سعيد شحال هذيك نبقيه ثلاثة هكا أربعة خمسة خمسة ها ستة ها ستة ها سبعة ها سبعة ها ثمانية ها ثمانية ها تسعود ها تسعود عشرة عشرة فقيه زيد الرئيس انت بس فرق ما بين المليون وجوج شحال هذيك مليون وجوج مليون هاكا هي 11 11 مليون 12 12 مي 12 مليون هاكا 13 13 مليون زيد 14 14 مليون ها 15 15 مليون ها 16 مليون ها 16 مليون ها 17 شحال دابا؟ 17 مليون شحال الاخوان؟ 17 مليون زيد ها 18 زيد ها 19 زيد ها 20 ها 20 تصرفونا بشي واحد اخر تاهو زيد السي محمد شحال دابا لحقنا؟ 20 شحال شد في شحال شد في الدفعة الأولى؟ 25 ودابا شحال؟ 20 هي شحال؟ هي 45 45 زيد هذه جوج 22 جوج هادي الله يعطيك الصحة زيد 24 26 27 28 29 زيد 30 مليون شحال هادي 30 مليون شحال هادي 30 مليون 30 مليون سلمها لي اخويا انت سي سعيد كحالتي الله يسهل عليك سير اذا الاخوان شحال دابا لحقنا معاه 55 مليون 55 مليون شحال باقي كيتسال 100000 درهم 100000 درهم هاد الناس اللي عطاو هاد البركه اش كتقولوا لهم؟ هاد الناس اللي ساهموا معنا هنايا هنيئا لهم الله يجزيهم بخير. كانوا الناس على فكر ديالهم على حسب قبل ما تكون هاد القنطره كانوا الناس تيبغيو يرفقوا العزله ولكن دابا الحمد لله بفضل ديال هاد المنطقه ديال هاد القنطره هادي ان شاء الله هاد القنطره هادي تكون ان شاء الله السبب
المصدر ديال المعيشه ديال هاد الناس هادو ديال الناس اللي ساكنين هنايا ان شاء الله. وبرفض ديال هاد القنطره ان شاء الله راه كاينين اللي كيفكروا ان شاء الله هاد القنطره ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله هاد المنطقه نموذجيه ان شاء الله. هاد الناس راه ساهموا بواحد الصدقه اللي غادي تبقى عليهم دائما ما دام هذا العمل في قيد الحياه، ما دامت الدنيا يعني في قيد الحياه، والعمل ديال هاد القنطره والاعمال الاخرين راه الصدقه جاريه ما تيقطعش العمل ديالهم وخامت الانسان. وتنطلب الله تعالى سبحانه يجازيهم بهذا العمل بهذا الفضل. وانتم كذلك دائما تنعطي لهم داكشي اللي في دينا حنا الوقت ما صلينا تندعي معاهم دائما الليل على الليل. وتنطلب الله تعالى سبحانه يجازيهم ويوفقهم ويجعل ثواب ما قدموا في ميزان حسناتهم وزيادة رحمات لوالدهم. اللهم امين. وهكذا فوق من 100 دوار اشكم الدوار ديال هنا كاين داخلين غادي تكون فيها 50 ولا 40 وزيد لقدام وتغدوين غادي تكون فيها اكثر حتى من 50 يعني دابا تبارك الله القنطره دابا هذه الرئيسيه من هنا وهي راه الورزازات تبارك الله الورزازات هي راه في جلاله قاسي امين هي هنا هذه المنطقه راه منطقه جبليه وكاين الساكنه مازال باقي الناس اخرين كيدوزوا من هذا الطريق وان شاء الله قال لي سهم بالقليل والكثير نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ييسر أموره اللي عنده شي مرض نسأل الله تبارك أن يشفيه نسأل الله تبارك وتعالى قال لي عنده شي حاجة نسأل الله تبارك أن يقضيها أن يقضيها لي هذا مكان وكيرجع لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعني هذا الفضل كبير سي أمين اسم على مسمى أمين راه اسم على مسمى سي أمين هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي وفقك هذا الخير هذا هنيئا لك أي مشروع حنا بديناه كنتوكلوا على الله عز وجل وكيجيب ربي التيسير الحمد لله بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن دوار تزين سكيدلة عموما خصوصا ومنطقة تيت بوسعيد عموما أرفع تحياتي إليك سي أمين أدام الله لك صحتك وبلغك ما تتمناه في دينك ودنياك وأسكنك غدا يوم القيامة في جوار الحبيب محمد المحسنين اللي تعاون معنا يعني كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء فقط قولوا آمين أسأل الله أن يجعل أبواب الجنة الثمانية تفتح لهم وقلوب الناس ترتاح لهم وكل حسنة تتضاعف لهم وكل خير في الدنيا يوهب لهم وكل نعيم في الجنة يعطى لهم اللهم من كان منهم مهموما من مصيبة فاجعلها بردا وسلاما عليه يا رب العالمين اللهم ارزقهم راحة البال والعفو عند الحساب والرزق الوفير والخير الكثير والبركة في الرزق والأهل والأحباب اللهم إني أسألك للمحسنين زيادة في إيمانهم وسعة في رزقهم وسعادة في الدنيا والآخرة وبركة في العمر وعافية في الجسد وجنة الفردوس في الآخرة يا رب العالمين وكل من قال آمين 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا سيدة آمين ومن معه الله يوفقكم متتبعين الكرام جزاكم الله خيرا في ميزان حسناتكم هذه الصدقة الجارية جميع الناس اللي كتدعمنا وكتساهم معنا ولو بالكلمة الطيبة ربي اللي غيجازيكم كما شفتوا هذه الحلقة تصرفت فيها 55 مليون سنتيم كل شيء كيدعي معكم من القلب بقات لينا إن شاء الله 10 مليون سنتيم باش نكملوا هذه الصدقة العظيمة هذه القنطرة التاريخية اللي غتبقى حتى بعد مماتنا وأذكر الجميع بأنه لازلنا مستمرين في تحدي 500 مليون حلقة اليوم تصرفت فيها 55 مليون سنتيم والحلقات السابقة 20 مليون يعني ما مجموعه 75 مليون سنتيم والقافلة إن شاء الله مستمرة حتى توصل التحدي الكبير اللي هو 500 مليون وقافلة ترحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مستمرة بدعمكم ومساهمتكم الكلمة باش نقدر نختم هذا الفيديو هي القيمة ديال هذه الحلقة والفلوس اللي تصرفات فيها في سبيل الله تكفي أننا نفتخر بها كمغاربة أحبكم جميعا مبروك عواشركم ومبروك عيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.